لأول مرة منذ اندلاع الأزمة اليمنية تدخل واشنطن على خط الوساطة لإنهاء الأزمة، حيث وجه وزير الدفاع جيمس ماتس دعوة لوضع حد للصراع اليمني الذي انزلق إلى واحدة من أسوأ الأزمات العسكرية والإنسانية في التاريخ على حد تعبيره. نريد رؤية الجميع حول طاولة مفاوضات على أساس وقف إطلاق النار، وعلينا أن نتحرك نحو بذل جهود سلام في 30 يوما المقبلة، وأعتقد أن السعودية والإمارات على استعداد للمضي قدما في الأمر، وهذا أمر جيد جدا سيسمح للمبعوث الأممي مارتن جريفيث القيام بعمله، فهو يعرف جمع اليمنيين وطريقة إنهاء الحرب. وبالتزامن دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى وقف جميع الأعمال القتالية في اليمن، مؤكدا أن المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب الأهلية ينبغي أن تبدأ الشهر المقبل. وفي بيان له قال بومبيو إنه ينبغي أن تكف ميليشيا الحوثي المتحالفة مع إيران عن تنفيذ ضربات صاروخية وهجمات بطائرات مسيرة ضد السعودية والإمارات، مضيفا أن وقف الأعمال القتالية واستئناف المسار السياسي سيساعد في تخفيف الأزمة الإنسانية. وفي أول رد على التصريحات الأمريكية، أكدت ميليشيا الحوثي رفضها تصريحات وزير الدفاع الأمريكي، مؤكدة أن واشنطن تنظر لليمن من جانب عسكري فقط. الدعوة لإنهاء الأزمة اليمنية خرجت أيضا من باريس التي أكدت أن الحرب في اليمن يجب أن تتوقف، مستنكرة الأزمة الإنسانية هناك. وبحسب وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، فإن فرنسا تضغط إلى جانب الأمم المتحدة كي يتم التوصل إلى حل سياسي، لأن هذا الوضع العسكري لا مخرج له والأزمة الإنسانية هناك تزداد سوءا. وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن جريفيث أكد أن الأمم المتحدة تأمل في استئناف المشاورات بين الأطراف المتحاربة في اليمن بحلول نوفمبر المقبل.